مهنة المتاعب هو اسم يطلق على مهنة الصحافة، وقد دفع بشير علي ثمن ذلك بعد أن حاول الاستفهام والتساؤل حول أحد المراكز الصحية في المدينة. في الأيام الماضية كتبت منشور على مركز الدار النجالو وتساءلت عن ما هي الخدمات التي يقدمها هذا المركز، وهل توجد له ميزانيات وترصد له ميزانيات، ولكن تفاجأت مدير المركز الدرن قدم شكوى في مركز الشرطة وتم استجوابي والتحقيق معي وزج بي بالسجن، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم وقوف كل أهالي مدينة جالو معي خرجت من السجن خلال ساعات. نقابة الإعلاميين والصحفيين بجالو بمشاركة راديو جالو ومسؤول الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني ومركز الرمال الذهبية أقاموا احتفالية لتكريم الإعلامي بشير علي، تأكيدا على أهمية وحرية العمل الصحفي حسب المعايير واللوائح التي تضمن للصحفي حق النقد والبحث عن الحقيقة وإظهارها للمواطنين. نقابة الإعلاميين والصحفيين جالو تقوم بلفتة تضامنية تكريمية مع أحد صحفيها وهو الزميل بشير علي بعد الظرف الأخير وتعرضه لمضايقات وشكاوى. بإمكانك أن تشكو من الفساد ومن الانتهاكات وغيرها، لكن أن تشكو من الصحفي يبحث عن الحقيقة هذا لن نقبل به وسنوقفه بكل قوة. خطوة من شأنها تدعيم دور الصحافة في الرقابة والبحث عن الحقائق وتعزيز حماية الصحفيين ضد المخاطر التي تحيط بهم.